وكأن الرئيس الأوكراني تنبأ بمستقبله في مسلسله الشهير خادم الشعب. خاض فلاديمير زيلينسكي الانتخابات بحزب أطلق عليه اسم مسلسله من إنتاج نتفليكس، واليوم تحققت كل الأحداث الخيالية في تلك السلسلة الكوميدية على أرض الواقع، لكن هذه المرة في مسلسل روسي. من هو شاب يبلغ من العمر 44 عاما، حاصل على شهادة في القانون، لم يعمل في مجال دراسته واتجه إلى التمثيل وأصبح رئيسا بالصدفة كدوره الشهير. المفارقة أن الرئيس الأوكراني يتحدث وأسرته اللغة الروسية ولا يتكلم الأوكرانية، وهو أول يهودي يتولى منصب الرئيس. خاض زيلينسكي حملته الانتخابية دون دعاية ولا تجمعات. رصيده 3 مواسم من مسلسل فكاهي وسوشيال ميديا تمكن خلالها من إزاحة رئيس جاءت به إلى الحكم ثورة برتقالية، بيترو بوروشينكو، أكثر رجال السياسة شعبية في أوكرانيا، خسر أمام ممثل كوميدي. تنبأت أمريكا ومعها الناتو بالغزو الروسي منذ أشهر، وحرضت رئيس أوكرانيا على القتال، ولكنها تركته وحيدا يواجه مصيره. يتابعون المعركة في أوكرانيا وكأنها لعبة بابشي، ابتعدوا عنه جميعا وكأنه مصاب بفيروس كورونا. تركونا وحدنا، قالها زيلينسكي بلغة العتب، وكأنه يقول لحلفائه لماذا تركتم الحصان وحيدا. أبلغ زيلينسكي زعماء أوروبا أنها قد تكون آخر مرة يرونه فيها على قيد الحياة، ولكن الحكمة تقول لا تثق بالوعود، فالمصالح أقوى من المشاعر. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. تمخض جبل الولايات المتحدة والغرب فولد عقوبات اقتصادية، وحظرا لصفحات الروسية على فيسبوك. وبدل تزويده بالسلاح يفكر حلفاء زيلينسكي بطريقة لإخراجه، فمنحته بريطانيا حق اللجوء في حال قرر الفرار، وعرضت واشنطن مساعدته على المغادرة كي لا يقع فريسة القوات الروسية. رد زيلينسكي على هذه العروض بنبرة الخذلان: أنا بحاجة إلى ذخيرة وليس رحلة، وقرر البقاء في أرض المعركة حتى الرمق الأخير. Всім доброго ранку, українці. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що, немов я, закликаю складати зброю нашу армію і йде евакуація. لم يكن زيلينسكي يتخيل يوما أنه سيكون طرفا في حرب عالمية ثالثة. كثف الممثل السابق ظهوره على السوشيال ميديا وملأ العالم الافتراضي بفيديوهات توثق صموده: نحن هنا في كييف ندافع عن أوكرانيا. لكن الإحباط دفعه إلى إلغاء متابعة جميع البشر على تويتر. تبدو أوكرانيا اليوم وكأنها لم تغنو بالأمس. وصلت الأمور إلى نقطة لا عودة، ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة. الدولة النووية أقنعها الغرب بالتخلي عن ترسانتها مقابل حمايتها من روسيا، لكنه تخلى عنها اليوم، وتوقعت واشنطن سقوط كييف بين ليلة وضحاها. أدرك الرئيس الروسي أن الله يقف مع من يمتلك المدفع الأكبر، فقطع شعرة معاوية مع الغرب وخاض معركة فن الممكن على طريقته الخاصة، وربما تكون عملية خاطفة لاستبدال من تسميه موسكو الرئيس الدمية برئيس آخر موال لها. ومن يعلم، قد يكتب بوتين نهاية تراجيدية للرئيس الكوميدي. صدام حسين، قناة الجديد.